ممكن افهم ايه اللي جابك هنا؟ جاي اشوف جميله. بس جميله مش موجوده، واعتقد ان هي لو كانت موجوده ما اعتقدش انها كانت هتحب تشوفك. ايش عرفك؟ جايز جدا تحب تشوفني. يا سلام، ده ايه العنجهيه دي كلها؟ اسمع، ما اقول لك على حاجه، لو كنت فاكر انا هسمح لك تخش حياه بنت وتبوظيها تاني تبقى غلطانه. انا صحيح عمره ما بشمت في حد، بس اول ما قريت اسمك في الجورنان انك اتسجنتي انا اتبسطت جدا، قلت خلاص انا ارتحت منك انا وبنتي للابد. انا بقى طلعت براءة، وحكايه بنتي 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 دي بطلها عشان هي مش بنتك. يا ست تسجني تبقى على ذمه قضايا مش مشكلتي. وبعدين بلاش نغلط بقى حكايه انها مش بنتك وبنت صاحبك وبنت مختار، بلاش الكلام ده. انا عايزاك تهدى يا دكتور، انت دكتور نفساني، يعني تسمع اكتر ما تتكلم. مش كنت دايما بتقول لي عايز اسمع حكايتك؟ اديني خلاص قررت احكي لك حكايتي، اسمعها بقى. اسمع ايه؟ بتحكي ايه؟ حكايه ست طيبه اسمها سلوى عبد القادر، كانت بتحب معيد في الجامعه اسمه الدكتور رياض، واتجوزوا وكانوا عايشين في منتهى السعاده. لكن ربنا بقى ما بيديش كل حاجه، ما كانوش بيخلفوا، وهي كانت عايزه تبسط جوزها باي شكل. تقوم تعمل ايه؟ تدور على سمسار عيال عشان تاخد منه عيلة عندها كام شهر واسمها فاطمة، وخافت تقول لجوزها، فقالت له إن هي خدتها من ملجأ وإن اسم أبوها مختار صدقي. طبعاً الاسم ده من وحي خيالها، وعاشوا في تبات ونبات. لولا الحظ بقى الست سلوى دي ربنا يفتكرها وجوزها يربي البيت، بس الحق لله الراجل ده ربى البيت زي بنته وأحسن كمان شوية، بس ما كانش يعرف إن في يوم وليلة هتظهر واحدة وتقول إنها بنتي. كلام اللي بتقولي ده كد كد. أنت عارف اسم مراتي منين؟ وجبت المعلومات دي منين؟ ومين اللي قالك إن سلوى ما قالتليش؟ وإيه سمسار العيال ده؟ عشان أنا أم جميلة، أقصد فاطمة. أنا اللي بعت بنتي لسمسار العيال اللي سلوى مراتك اشترتها منه. الكلام ده تخريف، بتقولي ده تخريف. سهلة، سهلة جدا. إذا كان على كده سهل، أنت دكتور تقدر تاخد عينة مني وتبعتها لأي معمل تحاليل، وفي خلال ساعتين تعرف إذا كنت أنا أم البت ولا لأ. معقولة؟ معقولة سلوى عملت كده؟ آه بقى، الله يرحمها. تخيل، المشكلة بقى إن أنت مزور معاها، يعني ممكن تتسجن. يعني إيه؟ عاوز تاخد البنت وتسجنيني؟ مين قال كده؟ هو صحيح البت دي أقرب واحدة في إخواتها لقلبي، لكن أنا مش جاية عشان كده. إخواتها؟ اصل نفس الحدوته حصلت لاختها مع الراجل اللي انا كنت متجوزاه. انت قعدت السنين دي كلها من غير ما تعرفي اي حاجه عن ولادك وما بيكبروا، قعدت السنين دي كلها من غير ما تخلفي ولد او بنت يقولك يا ماما، وانت عندك اتنين تلاته، وده شيء ما يخصكش. واوعى تفتكر ان انا جاي اقول للبت ان انا امها، لان انا عارفه ان انا لو قلت لها هي واخواتها هما مش هيوافقوا بالحقيقه. انت عاوزه ايه دلوقتي؟ 2 مليون جنيه. أنا عارفة إن بسم الله ما شاء الله فلوس الخليج معاك ياما. إديني 2 مليون جنيه وأنا أختفي من حياتك كأنك ما شفتنيش. شايف كمية أمراض من الرابع المستحيلات إنها تتجمع في بني آدم. خلاص، يبقى ابعت لي روشتة علاج مع الفلوس. قدامك 24 ساعة. سلام.